هل يجوز التبرك بآثار الصحابة رضوان الله عليهم؟ لا يجوز التبرك بالآثار، لا يجوز. الصحابة تقتدي بهم، إذا بغيت أنك تستفيد تقتدي بهم في أفعالهم، تحبهم وتقتدي بهم وتتعلم طريقتهم. أما أنك تبرك بآثارهم الترابية والطينية، هذا مسكن فلان وهذا نزل به فلان، وهذا ما يجوز. تتبع الآثار يفضي إلى الشرك. نعم.